الوغ اشنو اللي غادي نحتاجو لهاد الطبيله هذه باش غادي نديرو ليها التصاقيم؟ غادي نحتاج ابريد اكريليك في الكحل، وغادي نحتاج ابريد اكريليك في الابيض، وغادي نحتاج هاد الفشفشه هذه ديال الماء فابوريزاتور، وغادي نحتاج بانسو ولا رولو. انا ما جبتش معايا هنايا الرولو لانه الرولو غادي يساعدني في الخدمه لانني عندي واحد المساحه مسطحه، دونك من الاحسن انني ندير الرولو. دونك اول حاجه كيف قلت لكم غادي نصبغ الطبله ديالتي باللون الاسود. نحل القرعه، غنجيب باليت فاش نحط اللون غيكون من الاحسن ليا. ثم انا درت الصباغه ديالتي في الباليت ودرت فيها شويه ديال الماء، جريتها باش تجيني سهله في لابليكاسيون ديالتها، بغيت تمشي ليا فوق من العود. اول نعاود نجري شويه الصباغه ديالتي لان بغيت شويه ثقيله، نفضل على انني نجريها واحد شويه بالصباغه، لا نجريها شويه بالماء. دونك بعد ما شفت ليا الصباغه الكحله اللي انايا درت، غادي ناخذ الماء وغادي نفزك، غادي نعاود نفزك الطبله يعني من هنايا نعاود نفزكها. انا ندير شيفون من الاحسن يكون فازك. شوف كاينين بزاف ديال التقنيات اللي ممكن نخدمو بهم هاد لي في مارك داكوغ. كيف قلت لكم كاينين بزاف ديال التقنيات، دونك انا غادي نخدم التقنيه اللي كنعرف انايا. نتمنى انها تكون سهله وتعجبكم. اللي غادي نحتاج هو هاد الفشفشه هادي، هاد البابو داكوغ. هنايا غادي ناخذ صباغه بيضاء اكريليك ديال كادونس، اوبس خويت بزاف، المهم نقص. وغادي ناخذ بانسو وغنبدا كندير خطوط عشوائيه. ما خاش الصباغه تنشف ليا، فهمتوا؟ يعني اللي التقنيه يعني ما خاش الصباغه تنشف لك، يعني خاصك تخدمها بالزربه وما خاش الصباغه تنشف. كاين اللي كيخدمها بالصباغه ديال الزيت، حاول نقص شي شويش هكايا. انا هنايا ما نخليش هاد الصباغه هكا، عندي كثيره هنايا فيما نحس الصباغه قربت تنشف ليا وانا باقا ما كملتش، نعاود نرش عليها الماء. وبطبيعه الحال
دونك هنايا غادي ناخذ اما بانسو ايفونتاي اما ناخذ بانسو رقيق. اش كيبان لكم بحال هكايا رقيق، سينو كاين هاد القياس هكايا باش غادي نبدا كندير دوك العريقات. نبدا نجرب ندير في العريقات رقاقين، يعني ابان غادي ندوز البانسو ديالي. حيت غادي نخلي عريقات اللي غادي يكونوا باينين وعريقات اللي هما غادي يكونوا دونك هنايا راه مازال ما غاديش يبان لكم حتى شي حاجه فهادشي اللي انايا خدمت لحد الساعه داكو، حيت ضروري هو كيمشي شويه على طبقات بحال تقريبا دوك العريقات التحتانيين، لانه هو كيجي شويه باهت على شويه مغلوق. دونك خليت هذيك العروق شي شويش التحتانيين غادي يجيو شويه باهتين، نحاول غير نقادو الا بانت ليا شي حاجه. شوف راه الا فات لكم الصباغه راه ما باقيش كتزول، فرانشمون خصكم تعاود دوزو عليها شي شويه ديال الكحل باش تبهات ليكم. وعاد ما تخافوش على ان غادي تقلع لكم الصباغه كحله، راه ما غاديش تقلع بالماء، تقولوا لا حق راه كاين الماء راه غادي يقلعها، ما غاديش يقلعها. وكون شيفون ديال القطن غيكون احسن الا كان شيفون ديال القطن داكوغ. دابا غادي ناخذ كيف قلت لكم بانسو، غناخذ بانسو رقيق باش غادي نعاود ندير هادوك العريقات. يكونوا رقيقين فرانشمون، يكونوا ابان 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 يبانو. غادي نعاود نرش عليهم شويه ديال الماء. دونك هذه التقنيه يعني ما خاش العمل ديالكم ينشف، خاصو يبقى ديما فازق باش نتحكموا فيه. علاش قلت لكم ماشي علاش قلت لكم تلفت سمحوا لي، بالصباغه ديال الزيت ما كتنشفش دغيا وكتعطيكم مساحه على انكم تخدموا، ولكن انت لا خدمتوا بالصباغه ديال الماء غير ما تخليوهاش تنشف من الماء. هادشي اللي كاين ديما حداكم هاد البابو هذا، فيما تحسوا بان راه بدات كتنشف لكم الطبله ديالتكم تعاود ترشوا عليها الماء. دونك انا مره غادي نسحب الصباغه على اليمين ومره غادي نسحبها على اليسار باش يعطيني هذاك اللي فيه هو طبيعي ديال الرخام. دونك غادي نخليكم مع الفيديو تكملوا شوفوا الا جاتني شي بليصه عاود ناصحه بزاف كنصبغها غير محطوطه غادي نعاود نديرها بالماء صافي. غادي نبقى غدا هكايا حتى نخدم بهذا البانسو الرقيق. حتى دابا الحال سخون غير شويه تزاقل على البانسو صافي الصباغه كتكرم فيه.
دونك انا كملت الطبيله ديالتي، هو هذا الشكل النهائي ديالها. انا خليتها حتى نشفات، ومن بعد وليت دوزت لها واحد الطبقه كحمايه بالفيرني من الفوق منها. داكوغ، دونك هو هذا هو الشكل النهائي ديال الترخيم. جيت للرجيلات ديالها ودرت لهم البرونز. كتبقى هذه خطوه اختياريه. دونك هنايا كان ممكن انني نعاون بهاد لي سبراي هادو ديال الافيرماغ اللي كيعطيونا هذا الترخيم هذا، ولكن انا حيت ديجا خدمه بهم غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف، وبالتالي ما خدمتش بهم باش حتى اللي ما عندوش ما متوفر ليش هاد لي سبراي هادو ممكن يخدم بالطريقه اللي انايا خدمت بها، اللي كنتمنى انها تنجحوا فيها وتجيكم سهله وكان الدرس ديالها مفهوم اليوم. دونك هو هذا الشكل النهائي. حنا كخطوه ثانيه اختياريه الا بغيتو ممكن ديروا هاد لي ترانسفير اللي بالالوان فيهم بزاف ديال القياسات وديال الشكالات، ممكن ديروهم في الوسط هنايا ديال الطبيله ديالتكم ولا ديال الميده ديالكم. انايا بغيت نخليها هو هذا لان كان عندي الغرض بزاف في هذا الدرس هو طريقه ديال الترخيم. كنتمنى انكم تجربوه وتنجحوا فيه ان شاء الله يا ربي. حتى نلقاكم تنقول لكم بالسلامه عليكم وتبقاو على خير.